تمام، أخذنا بالدرس السابق التحليل والتصميم المنطقي، وتعرفنا على الأساسيات اللي هي أشنو؟ إنه تكون من النظام الثنائي الباينري نمبر، والنظام الثماني، والنظام السادس عشر، والنظام العشري. النظام الثنائي اللي راح يتكون من الزيرو والون، ويكون الأساس التعامل له اثنين، الزيرو هذا والواحد. هنا هذا الرقم يمثل لي صفر، واحد واحد يمثل لي رقم اثنين، واحد واحد راح يمثل لي ثلاثة، صفر صفر واحد راح يمثل لي رقم أربعة، واحد صفر واحد راح يمثل لي بالثنائي هو بالعشري خمسة، هذا الرقم صفر واحد واحد هو بالعشري ستة، واحد 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 راح يمثل لي بالعشري سبعة، وهكذا ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنا عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر. بالنظام الثنائي الأوكتال نمبر راح يكون قلنا العدد يتكون من الصفر إلى السبعة، راح يكون الأساس للعدد هو ثمانية، من الصفر إلى سبعة، بعدين يبدأ من العشرة إلى سبعتاشر، من العشرين إلى سبعة وعشرين، ياخذ يعني من أرقام تبدأ من الصفر. النظام السادس عشر اللي تكون الأساس له ستاشر، راح يبدأ من الصفر إلى خمستاشر، ولكن من العشرة راح يكون يبدأ العدد بالترميز الأي والبي والسي والدي والإي والإف. أحد عنده مشكلة لحد الآن؟ لا ست تمام، أخذنا الدرس السابق أيضا التحويل من النظام الثنائي إلى بقية الأنظمة. الدرس الحالي راح ناخذ عملية التحويل من النظام العشري إلى بقية الأنظمة، اللي هي راح نستخدم أول شيء التحويل من النظام العشري إلى النظام الثنائي. في حال إذا انطاني بالسؤال قال لي أريد أحول الرقم 60 من النظام العشري إلى النظام الثنائي، وقلنا بالسؤال يا إما أكتب يعني طريقة التحويل كتابة، أو إنه أرمز لها بالرمز بين قوسين، وأريد مثلا الأوتبوت يكون بالثنائي. أنا يعني أنت راح تعرف إنه أنا أريد أحول من النظام العشري إلى النظام الثنائي، فكيف راح تتم عملية التحويل من النظام العشري إلى النظام الثنائي؟ راح أجيب الرقم اللي هو كان أعطاني هو بالسؤال اللي هو رقم 60، وأجي أقسمه على الأساس 2، لأنه يقول حول لي للنظام الثنائي. قلنا نقسم الرقم، بما أنه ثنائي راح أقسم العدد المعطى بالسؤال على الأساس لذلك العدد. هنا إحنا عندنا نظام الثنائي، إذا راح أقسم على 2، 60 تقسيم 2 راح أقول 6 كم على 2، كم مربع 2 راح تكون بها 3، والباقي ثلاثة. صفر. صفر تقسيم 2 صفر، الباقي ايش قد؟ صفر. هذا اول باقي، اول قسمة، باقي القسمة هذا الباقي انا راح احتاجه، فلهذا راح اكتب اذا يبقى لي صفر او واحد. 30 تقسيم 2 اقول 3 تقسيم 2 بها واحد، والباقي ايش قد؟ واحد واحد. والباقي راح واحد. يبقى لي هنا 10 تقسيم 2 بها خمسة، راح انزل الخمسة هين، والباقي ايش قد بقى لي؟ صفر. اوكي، كتبت هنا صفر. نص 15 تقسيم 2 بها 7 اللي هي 14، والباقي ايش قد بقالي؟ واحد، واحد كتبت هنا واحد واحد. 7 تقسيم 2 بها 3 والباقي واحد، والباقي واحد قلت واحد. 3 تقسيم 2 بها واحد، والباقي ايضا واحد واحد. والباقي واحد 1 تقسيم 2 هو صفر، والباقي واحد، لأن الواحد ما بيها اثنين، راح أنزل الرقم صفر، والباقي هو يبقى نفسه العدد واحد. راح أجي أريد أكتب هذا الرقم بالطريقة الثنائية، راح أبدأ يعني كتابة العدد من الأسفل إلى الأعلى، مثل ما كان خلالي بالسهم. تمام، راح أقول هذا واحد، هذا الأخ واحد، بعدين واحد، بعدين واحد، بعدين صفر، بعدين صفر. راح أجيب القوس وأقول هذا العدد عندي تحول من النظام العشري إلى النظام الثنائي، وكان الناتج له هذا. تمام، عرفتين إيش شلون هسه أحول من النظام العشري إلى النظام تمام الثنائي؟ تمام نعم فيها شي هذه؟ تمام. لا في حال إنه عندي بالنظام العشري ولكن عندي كسر، جزء كسري،
رقم قنطاني هو بالنظام العشري ويحتوي على جزء كسري. أشو راح أحله؟ راح أخذ الجزء العشري على حدة أقسمه. إيه نعم، يعني المثال اللي راح نبقيه يعني هذا هو؟ إيه هاي هو، يعني مجرد أنه طالب مني أنه أحول العدد من النظام العشري لنظام الثنائي وحولته. شون عيني؟ تمام، يعني هذا هو نبقيه هيجي. إيه إيه، هو مجرد بس تحوله، هو خلاص يقول شكرا. تحويل من النظام العشري للنظام الثنائي. أوكي هسا عندي، إذا كان عندي العدد يحتوي على جزء كسري 13.25 بالأساس العشرة، حوله إلى النظام العشري، إلى النظام الثنائي العفو. أنا قلت راح أجي أخذ الجزء العشري، العدد الصحيح يعني، وأقسمه على 2 ووجد الباقي منه، هذا الناتج الباقي هو راح أعتبره الجزء الصحيح. أما الجزء الكسري راح أجي أضربه في أساس العدد اللي أنا أريد أحوله لنظامه. يعني هنا لو كان عندي نظام إنه يحول من العشر إلى الثماني، راح أضرب الجزء الكسري في 8 وليس في 2، تمام؟ وكذلك بالنسبة للستاشر. لكن هنا أنا عندي أحول من العشر إلى الثنائي، فأول شيء الجزء الصحيح أجي أقسمه على 2، 13 تقسيم 2 بها 6 والباقي 1، يعني هي 12. تمام، خليت الواحدين، 6 على 2 بها 3 والباقي صفر، صفر الباقي 3 على 2 1 والباقي واحد. تمام، 1 على 2 صفر والباقي صفر واحد. تمام، راح أبدأ هم قلنا من الأسفل إلى الأعلى، راح أكتب الرقم، راح يكون 1 1 0 1، هذا الجزء الصحيح، واجي أخلي هنا فارزة. تمام، عندي الرقم الجزء الكسري 25 أضربها بوينت 25 أضربها في 2، 2 في 5 10 صفر والباقي صفر، 1 العفو، 2 في 2 راح تكون 4 ومع الواحد 5، إذا هذه 5 هنا أكو صفر، يعني هذا الباقي. بعدين هذا هنا ما عندي باقي، 2 في 5 10 والباقي 1، يعني هذا الجزء هو الباقي. 2 في 0 0 والباقي ماكو صفر. بالجزء الكسري راح أبدأ يعني بالترميز مالي من الأعلى إلى الأسفل، راح أكتب الرقم، يعني راح أكتب هذا أول شيء صفر، بعدين يوم 1، بعدين صفر. يعني هنا لو كان عندي 1 يعني سموه راح يكون هنا 1 كيس. إيه كتاب الكود الكارير. إيه المحمد. إيه نعم ست. هسه هنا أكو عنده أحد مشكلة تحويل من النظام العشري إلى الثنائي بحالة الجزء الصحيح والكسر؟ جزء الكسر ست بس حيني. تمام، قلنا الجزء الكسري راح أخذ الجزء البوينت 25 وأضربها في الأساس العدد اللي هو 2، 2 في 5 10 صفر والباقي 1 عندي، صح؟ نعم صفر. 2 في 1 2 في 2 4 1 5، كتبت هنا 5، ايش بقى لي؟ صفر، ما عندي هنا رقم، هذا الجزء المحمل هو صفر. بعدين هاي 50 اجيبها هنا اضربها في 2، 2 في 5 10 صفر راح يكون بهذا الجزء، والواحد هنا راح يكون، إذا الباقي عندي أجد 1. أوكي، هذا الرقم أجب قالي هذا الجزء أخذه أضربه في 2، راح يكون الناتج 0، 2 في 0 0 والباقي 0. راح أجي ترميز أني ما أريد أكتبه أشون، راح يكون من الأعلى إلى الأسفل عكس العدد الصحيح. راح أجي أكتب هنا الصفر
بعدين الواحد، هذا هو الصفر، هذا الواحد، هذا الصفر، تمام؟ ست يعني صحيح نبدأ من الأسفل إلى الأعلى والكسر بالعكس. تمام. أوكي، كما موضح هنا بالسهم مبين. أوكي، مفهوم؟ ست بس عيدي بلا زحمة. بس لنيتي. عندنا العدد الكسري، قلنا الجزء الكسري، كيف انه راح يتم يعني راح تتم عملية الحساب له؟ عندي عدد متكون من جزء صحيح وجزء كسري، اريد احوله من النظام العشري الى النظام الثنائي. الجزء الصحيح عرفنا طريقة التحويل ماله، هو انه قسمه على اثنين على اساس ذلك النظام اللي انا اريد احول له اياه. عندي جزء كسري، هذا الجزء الكسري اضربه في اساس العدد اللي انا عدي احول له. عندي أنا التحويل إلى نظام الثنائي، إذا راح أضرب العدد في اثنين اللي هو 0.25، هذا أضربه في اثنين، اثنين في خمسة 10، صفر وباليد واحد. أوكي، اثنين في اثنين راح تكون أربعة، وعندي رقم واحد هنا راح يصير رقم خمسة، خمسة الباقي إيش قد؟ صفر، ما عندي رقم محمل، إذا راح يكون هنا صفر. أجيب هذه 0.5، هاي الخمسة أضربها في اثنين، اثنين في خمسة 10، راح يكون هنا عندي جزء واحد اللي هو كارير، راح أجيبه هنا جزء المحمل، وباقي هنا عندي هذا الرقم صفر، صفر أضربه في اثنين راح يكون الناتج صفر والباقي صفر. راح أجي أكتب العدد بالترميز ماله، راح أبدأ من الأعلى إلى الأسفل، راح يكون كتابة الرقم هنا راح تكون الصفر، وهنا راح يكون الواحد، وهنا راح يكون الصفر. أوكي، تمام هسه؟ سيد ممكن سؤال؟ تفضل يعني. سيد دائما الجزء الصحيح نقسمه على اثنين؟ ايه، إذا عندي تحويل من النظام العشري إلى الثنائي، راح أقسمه على اثنين دائما إذا ثنائي، لأن قلنا الأساس العدد هو اثنين بالنظام الثنائي، إذا كان تحويل إلى النظام الثماني على راح يكون التحويل على 8 أو 16، راح يكون على 16، بس راح ناخذها بالخطوات اللاحقة. شكرا. بس هو تفضل. الرقم اللي بالأسفل إيه أشبي؟ هذا هو موجود، يعني الجواب لازم نطلعه هيك لو نهاية الحل. شلون؟ سد هذا الرقم اللي 13.25 اللي بالأسفل، أي هو هذا الرقم يعني موجود، لازم إحنا نطلع الجواب نفس هذا الرقم لو شون. إيه هو أشلون يعني لما طلعته من هنا من العملية الحسابية اللي سويتها، هذا الجزء الصحيح هيانه يعني. هذا بالعشرين طلعوا بس نهائي. إيه شكرا. يعني هذا الرقم اللي أنا أريده، تمام؟ عفوا. هذا الجزء ستة هي ما اثنين في خمسة، ست بالبداية الجزء الكسري. ايه اثنين في خمسة 10، احنا ليش ممكن تبدأ أول مرة خمسة بالجزء يعني هاي قبل المحمل هنا؟ هي ما اثنين في خمسة يساوي 10. ايه ايه هوني اليمة ليش مكتوبة هاي خمسة؟ هذا تقصدين؟ محمل. ايه عدد ايه اثنين في خمسة 10، صفر وباليد واحد. ايه اثنين في اثنين 4 وواحد 5، هنا 55، ما هذا جزء، هذا الصفر هنا ما يأثر قيمته، احنا نعرف بالكسر ما نكتبه صفر ما يأثر، يعني اذا كتبتي واذا ما كتبتي ما راح يأثر، تمام؟ اكتبي هنا صفر 50 عادي، والصفر اللي بالجزء المحمل هذا الجزء الباقي. ضروري احنا ليه حتى اعرف الجزء الباقي. الباقي نعم ست، هذا احتاجه اني يعني. بعد خمسة الجزء المحمل هم اثنين في خمسة 10، خلينا صفر واحد باليد. ايه تحسبين عدد المراتب. الواحد باليد وين جاء؟ هنا الواحد جاء،
هاي انصار هين عبر يعني مرتب عبر على المرتبة اللي بعده تمام خمسة. تمام وهذا الواحد الباقي لكن المحمد هذا الواحد جبته من هوني من هوني محمد هذا الباقي اللي هو 2 في 5 10 0 وبلي واحد الواحد هذا اللي جاء هنا بجزء الصحيح صار هو هذا اللي يعني جبته هاي ست قبل الفارز يعني نحمله على بعد الفارز هي عملية ضرب اعتيادية يعني بس راح يكون عندك يعني عدد صحيح وعدد كسري زين ست ليش ما ضربنا واحد بوينت صفر في اثنين ضربنا صفر في اثنين اوكي اسام راح نضربها هنا يصير اثنين في صفر انا اخذت صفر. اني اخذ هذا الجزء انا هذا جزء كسري انا عاد اريد الجزء الكسري فهنا راح اضربه جزء الكسري اني نعم ست تمام هو انا عاد اقول تمام. جزء كسري صح هنا ايش كاتبه صح انا احتاج جزء الكسري تمام هذا هنا الجزء المحمل هذا راح يمثل لي يعني الناتج هذا الباقي الجزء اللي انا راح احتاجه ناتج العمليه ايه الباقي تمام شكرا اوكي اللي هو نفس هذا الباقي هذا التحويل من النظام العشري الى النظام الثماني بما انه راح نحول الى النظام الثماني اقول يعني عمليه التحويل من النظام العشري الى النظام الثماني هو مشابهه لعمليه التحويل من النظام العشري الى الثنائي الا انه راح نقسم وين قلنا على العدد اللي الاساس له هو 8 مطلوب السؤال عندي اول العدد اسف على المقاطعه تمام ست بس بلا زحمه على جلسه راح اطلع لان الكهرباء راح تنقطع ايه بالثلاثة عادي عادي ماكو مشكلة لما تجي الكهرباء ارجع اوكي بس بعدين اوكي من ترجع الكهرباء حاول تدخل مرتبة اكتب الحضور سيدي اذا ما رجعت ما قدرت ارجع اكتب بلا ما تكتب هو اصلا قلت لكم من البداية اسمكم يأسا يسجل يعني من تدخلون وقت الدخول وقت الخروج راح يسجل اوتوماتيكيا بلا ما تقولون اوكي ست فتعذريني والله راح تنقطع الكهرباء لا عادي ما في مشكله يلا اوكي باي يلا بالتوفيق شكرا ست التحويل من النظام العشري الى النظام الثماني انا راح احول بالسؤال طلب مني انه احول 33 بالنظام العشري حولوها الى النظام الثماني فراح اجيب هذا العدد اللي هو 33 اقسمه على 8 بها 4 والباقي 1 4 على 8 أجد بها صفر ما بها والباقي أربعة راح أجي أكتب العددهم أيضا من الأسفل إلى الأعلى راح يكون عندي الرقم 4 1 هذا تحولته من النظام العشري إلى النظام الثماني أوكي بس هم فهمتوها أشن أربعة باقي أربعة هذه أربعة قسمية على 8 بها رقم ما بها لا, لا. لا ما بها الباقي يعني إذا صفر أكتب لأن ما بها والباقي هو نفسه الرقم 4 يعني هي هاي جولة 33 4 يعني نعتبر باقي هاي الأسة 33 على 8 بها 4 والباقي مالها 1 لأن هي 32 على 8 4 4 كم مرة بها 8 ما بها صفر ما بيها. هي الرقم رقم نفسه يبقى 4 تمام تمام واجي اكتب الرقم هم من الاسفل الى الاعلى قلنا لين عدد الصحيح اكتبه من الاسفل الى الاعلى كتبته بهذا الشكل وكتبت يمه 8 اذا تحولت الرقم من النظام العشري الى النظام الثماني اوكي تمام تمام نعم تمام في حال اذا عندي جزء كسري وجزء صحيح هو اريد من النظام العشري الى النظام الثماني ايه شوي شوي من تحلون راح تتعودون عليه الجزء الصحيح قلنا ما عندنا به مشكله 13 على 8 هذا تجيب الجزء الصحيح وقسمه على 8 لان التحويل النظامي من العشري الى الثماني اذا 13 على 8 بها 8 وحده والباقي 5 5 هسه الواحد على 8 راح يكون صفر والباقي 1 تمام
بلا زحمة، بس سدوا المايكات، بس واحد من عنده سؤال خي يفتحه. إذا راح أجي أكتب العدد من الأسفل إلى الأعلى على الجزء الصحيح، كتبت هنا 1 5، أوكي، بخالي الجزء الكسري اللي هذا هو 41%، هاي 41 أجيبها أضربها في وين؟ في 8، أوكي، 8 في 1 أطلع 8، 8 في 4 32، 2 هنا راح تكون، والثلاثة راح تتحول على الجزء الصحيح. هذا إيش مثل لي؟ مثل لي الجزء الباقي اللي هو المحمل، راح أجيبه هنا عنوان باقي 3. أجي أخذ هذا الجزء الكسري اللي عندي هو 28.28 أضربه في 8 أيضا، 8 في 8 64، بعدين هنا راح يبقى لي 8 في 2 16، وباقي لي هنا آني 4 6، العفو 6، راح يبقى الرقم 22. راح أكتبها هنا، والاثنين الباقية راح تكون تتحول على الجزء الصحيح. هاي الاثنين الباقية هاي راح تمثل لي الجزء المحمل اللي هو الباقي. تمام. أجي أخذ هاي 24% أضربها في 8، أوكي، هم أضرب 8 في 4 32 باليد، 8 في 2 16، وعندي 3 19 9، وهنا راح تتحول واحد من الجزء الصحيح. هذا الجزء يمثل لي الباقي، راح أكتب هنا باقي لي 1. أجي أخذ 92% وأضربها في 8، وأيضا راح يكون الناتج بهالطريقة. الباقي راح أخذه لي 7. أقدر هنا إذا تكررت عندي الكسور أقدر أخذ من 3 أرقام إلى 5 مراتب، يعني أقدر أتوقف إلى هنا أو أرجع أخذ مثلا لحد 5 مراتب. تقدرون تتوقفون إلى حد 3 مرات بالضرب، تمام، أو يعني إلى حد آخر شيء 5 مرات تضربون. راح أجي أكتب الرقم، إيه 3 مرات أو إلى 5 مرات. إذا ما كررت بالحال، تمام، إذا أقول إذا ما تكرر الرقم الكسر كررت لحد 3 مرات. لا، هو راح يظل يطلع عندك أرقام، فأنا عاد أقول لك عملية الضرب إنه أنت أضرب يا إما 3 أرقام تطلع لي أو إلى حد 5 أرقام للسهولة. يعني مو شرط الكسر دائما، يعني هنا بهالحالة راح يظل يتكرر الكسر، راح يظل تضرب هذا 70 في 8 وترجع رقم الأخر راح يطلع لك. فأقصى حد إنه لعملية الضرب إنه يكون لحد 5 مرات. تمام. بس الجزء الكسري 0.41، يعني شلون صارت 3.28؟ يعني الثلاثة من وين اجت؟ هاي 3 قلنا 8 في 1 8، 8 في 4 32، 2 اكتبها بهذا الجزء، والثلاثة راح تتحول الى الجزء الصحيح. تمام تمام، عرفتي شو؟ اوكي. ستوين ليش كان بوينت ما قلنا 41 في 8؟ عشان 42.8. إيه هون ليش قلنا 0.41 في 8؟ ليش ما قلنا 41 في 8 قبل؟ إيه أنت عندك جزء كسري غير آخر يعني جزء الكسري. ها يعني دائما لازم هالشكل بالكسري. إيه دائما بالكسري بهالشكل. إن شاء الله. ست ممكن سؤال؟ نعم. بس ممكن. هاي 0.28 و 0.24 هاي اشون جا ضربنا عملية ضرب، اخذنا هذا الجزء 0.28 وضربته في 8، وجزء 24 هذا الكسري وضربته في 8، جزء 0.92 جبته وضربته في 8، وهكذا. تمام، مشكور ست. عفوا. أحد عنده مشكلة 7 عملية التحويل من النظام 10 إلى 8؟ لا ست. استلعفوا سيس، استلعفوا سيس. تفضل. 0.24. إيش بي؟ بس راح تضرب 8 في 4 32. راح نرجع نضرب 8 2، لو نحط يعني 3 نكتبها والسنة.
غلب المحمل. ثمانية في أربعة اثنين وثلاثين، اثنين وثلاثة باليد، ثمانية في اثنين 16، وعندك ثلاثة راح يصير 19. كتبنا هنا التسعة وهنا الواحد، هذا الجزء هو الكاريير المحمل وكتبته هنا واحد. مش من المشكلة. أوكي. خمسة شكرا. هسه أنا أريد أحول من النظام العشري إلى النظام السادس عشر، فطريقة التحويل أشلون راح تكون؟ أنا إذا أحول هذا الرقم 210 من النظام العشري إلى النظام السادس عشر، راح أجيب هذا الرقم وأقسمه على 16. تمام. 21 على 16 بها واحد، والباقي أجل 2. باقي 5 6 2 لا قبلها 5 50 على 16 بها 3 والباقي 2. اوكي هاي ال 13 ست. انا حاطلع من المحاضرة، والدتي حالتها تعبانة شوية، عادي ست اطلع. اوكي يلا مع السلامة. مع السلامة. 13 على 16 ما بيها، أكتب صفر هنا والباقي هي 13. بما أنه 13 إحنا بالنظام السادس عشر، ال 13 إيش راح تعادل لي؟ راح تعادل لي حرف رمز الدي. أوكي، من راح أجي أكتب أيضا العدد من الأسفل إلى الأعلى، الرمز الدي هو راح يمثل لي 13 ويمه الباقي 2. إذا أنا حولت العدد من النظام العشري اللي هو كان 210 إلى النظام الستة عشر اللي هو النظام 16 الهكساديسيمال، كان الرقم يساوي لي دي 2. تمام؟ ماكو مشكلة هين؟ لا ست. أوكي. عندي جزء صحيح وجزء كسري. رقم اليوم متكون من 399.29، أريد أحوله من النظام العشري إلى النظام السادس عشر، كيف راح تتم عملية التحويل؟ أيضا أخذ الجزء الصحيح أقسمه على 16، والجزء الكسري راح أضربه في 16. إذا راح أجي أخذ 39، لأن 3 على 16 ما تصير، 39 قسمة على 16 راح تكون 9 16 2 تمام 2. أجي قلت الباقي السائل 39 قسم على 16 بها 2 باقي 7 79 تقسيم 16 بها 4 الباقي ايش قد 15 اكتب يمها F لان هي بالرمز السادس عشر هي رمزها F. السائل 24 كم مرة بها 16 بها واحد والباقي 8. واحد على 16 صفر والباقي هو الواحد نفسه. أوكي. هم راح أجي أرمز العدد من الأسفل إلى الأعلى، راح أكتب 1 8 F وخلي point لأن الجزء الكسري بعد أني ما حسبته. الجزء الكسري إيش راح أحسبه؟ راح أجي أخذ الجزء الكسري اللي هو 0.29 أضربه في 16. أيضا عملية ضرب اعتيادية ما عندي مشكلة بها، والجزء المحمل راح أجي أكتبه بهذا الجزء، راح أخذ بعدين 0.64 وأضربها أيضا في 16، والجزء المحمل أجيبه هنا وأحوله حسب الرمز ماله، بما أنه هو 10 راح يكون الرمز اللي هو أي، وأيضا هذا الجزء الـ 0.24 راح أضربه في 16
وجزء المحمل راح أجيبه أكتبه هنا، راح يكون وأهم شيء أنتوا تسوون يعني هاي التقسيمة، جزء كسري جزء محمل هنا الباقي الجزء الصحيح الأساس، هاي حتى أنتوا يعني بالعملية الحال راح تتسهل عليكم. بما أنه جزء كسري قلنا أيضا من الأعلى إلى الأسفل راح أخذ الرقم، إذن هنا راح أكتب 4. العشرة ما راح أكتب 10، راح أكتب أي لأن إحنا بالنظام السادس عشر، راح أكتب 3. هاي أنا حولت من النظام العشري إلى النظام 16. أوكي، أكو مشكلة بطريقة التحويل هذه؟ ممكن تعيدي؟ لاست أي جزء تريد أعيده؟ لاس بس هوني أبدأ الأحرف. شون؟ أشني هالأحرف الإنجليزية؟ حرف الإنجليزية أخذنا بالدرس السابق قلنا أنه بالنظام السادس عشر عندنا من العشرة راح يبدأ الرقم، بدل ما أكتب 10 راح أكتب أي، بدل ما أكتب 11 راح أكتب بي، وبدل ما راح أكتب 12 راح اكتب سي، تمام؟ 13 هي الاي، وال14 هي الاي، وال15 هي الاف، تمام؟ بالنظام السادس عشر. اوكي؟ ايش تمام. هذا هو الترميز بالنظام السادس عشر. بالنسبة للي قال ما افتهمت يا ريت تعيدي، الجزء الصحيح قلنا عملية التقسيم راح تكون انه راح اقسم الجزء الصحيح بالطريقة الاعتيادية على اساس العدد اللي انا مطلوب مني احول النظام اللي هو، اذا 39 على 16 فيها 2 والباقي قلنا 7، 79 كمان بها 16 بها 4 والباقي 15، والهينا الاف قلنا حسب التحويل بنظام السادس عشر هي تمثل لي 15، راح اكتب مكان ال 15 اف. ال 24 على 16 بها 1 والباقي 8، ال 1 على 16 بها 0 والباقي 1، راح اكتب العدد الجزء الصحيح من الاسفل الى الاعلى، راح يكون الرقم بهذا الشكل اللي هو 1.8F. الجزء الكسري راح أجي أخذه اللي هو 0.29 وأضربه في 16، راح أضرب ضرب اعتيادي، راح يكون عندي 64 والباقي 4 بهذا الجزء، هذا الباقي الجزء الأربعة الجزء الصحيح راح أجيبه كجزء محمل، بعدين 64 أيضا أجيبها 0.64 أضربها في 16، بعدين 0.24 راح أضربها في 16، في النهاية لأحد ثلاث يعني ثلاث مراتب يكفي عملية الضرب، أقدر هذا أضرب هذا الـ 84. يعني نقدر نوقف هنا إيه، ما أنا قلت لكم قبل شوية إنه يا إما تتوقف أو إلى 8 عدد. أسيت نعم إيمة اللي سهم خليوني فوق وإيمة اللي جوا. قلنا بالجزء الصحيح راح يكون السهم من الأسفل إلى الأعلى، بالجزء الكسري راح يكون السهم من الأعلى إلى الأسفل، هاي تحفظوها. تمام. واضحة الصورة هسه؟ نعم سيد. التحويل من النظام الثنائي إلى النظام الثماني، يقول الأعداد الثمانية صلة وثيقة بالأعداد الثنائية، والتحويل أحدهما إلى الآخر سهل جدا، والسر يكمن في العدد 7، أنه بكل النظامين أنه المضاعفات الثمانية هي 2 أس 3 هي 8، الأساس لها يكون 2، فيعني عملية التحويل بين النظام الثنائي والثماني تعتمد على الأساس 2. النظام الثنائي قلنا قبل شوية اللي هو 0 0، وهذا مثل الجزء الصفر،
واحد صفر صفر راح يمثل لي واحد بالثمانية، صفر واحد راح يمثل لي اثنين، واحد واحد راح يمثل لي ثلاثة، صفر صفر واحد راح يمثل لي أربعة، واحد صفر واحد راح يمثل لي رقم خمسة، صفر واحد واحد راح يمثل لي جزء الستة، واحد 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 راح يمثل لي سبعة من الثنائي إلى الثمانية. هذا الترميز لكل عدد وما يقابله من ثمانية من الثمانية إلى الثنائي. عند التحويل من النظام أشان أظن نحفظهم هذولي؟ هذولا بكيفكم تحفظوها أو هي عن طريق الحل راح حلو راح تحفظوها، احفظوها. تمام. دائما هذا دائما هذا ثابت، هذا الرقم سبعة بما يعادله بالثنائي هالقد. يعني أنا راح أقول لك مثلا أي يعني أريد أكتب لي رقم أربعة بالثنائي، هذا أربعة. نجي هنا على أربعة نشوف نفسه. إذا ردت منك تكتب لي رقم ثلاثة، واحد واحد، وين راح أكتب صفر؟ هذا يمثل لي رقم ثلاثة. الخمسة، واحد، صفر، صفر واحد، واحد، وهكذا بقية الأرقام. فأنتوا حاولوا تحفظوها يعني تفيدكم حتى للتأكيد. عند التحويل من النظام الثنائي إلى الثماني نأخذ ثلاث مراتب ثنائية، يعني هاي المراتب ثلاث مراتب هاي، ونعبر عنها بالرقم المناظر لها في النظام الثماني. أخذنا هاي ثلاث مراتب وحولناها إلى ما يعادلها بالنظام الثماني مع مراعاة التحرك من اليسار إلى اليمين فيما يخص نظام الجزء الكسري، والتحرك من اليمين إلى اليسار فيما يخص بثنائيات الجزء الصحيح. هسه من راح نحل راح نشوف هاي ايش يقصد بها. يعني هنا مثلا عندي رقم مكتوب بالنظام الثنائي وانا اريد احوله الى النظام الثماني، ايش راح اكتبه؟ هاي واحد 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 بوينت صفر واحد واحد. الجزء الصحيح هذا اللي هو يتكون من ثلاث ارقام، ايش راح ابدا بالتحرك به؟ من اليمين الى اليسار. اما الجزء الكسري راح ابدا بالتحرك به من اليسار الى اليمين. تمام. راح نشوف هنا يقول حول العدد من النظام الثنائي الى النظام الثماني. قلنا كل ثلاث ارقام راح اخذها واقسمها على حدة، وقلنا راح نبدأ بالجزء الصحيح من الجزء اليمين إلى اليسار، أوكي؟ من هنا وإحنا صاعدين، صفر، واحد، ثلاثة، هاي تمثل لي أول رقم أحوله، واحد، 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 هاي تمثل لي ثاني رقم. أش راح أجي أحول؟ راح أقول راح نعتمد على الأوزان للأعداد، كل عدد قلنا له وزن، اثنين الوزن مالها هو اثنين الأس صفر. يعني العفو صفر هو الوزن مالها اثنين أس صفر، الواحد الوزن مالها أشقد؟ اثنين أس واحد، وهذا الصفر الوزن ماله اثنين أس ثلاثة اثنين أس اثنين. يعني نبدأ صفر واحد اثنين وهكذا. أما على جزء الله راح أخذه وهم أيضا يعني أحسب له وزن جديد، اثنين الأس صفر، اثنين أس واحد، اثنين أس اثنين. راح أجي اثنين أس صفر إيش قد؟ اثنين أس صفر واحد. اثنين أس صفر واحد في صفر هذا الجزء أم صفر؟ صفر صفر زائد هو يعني هذا أجيب هذا الرقم رفعته للوزن وأضربه فيه. بعدين واحد في اثنين أس واحد اثنين، اثنين في واحد اثنين، زائد اثنين أس اثنين أربعة، أربعة في صفر في صفر صفر راح يكون الجواب اثنين، هذا راح يكون صفر، راح يكون الناتج اثنين. نعم ست. أخذ هذا الجزء الأخ اللي أيضا خليت له الوزن، اثنين أس صفر في واحد، اثنين أس
واحد في واحد، اثنين أس اثنين في واحد، اثنين أس صفر واحد في واحد واحد زائد اثنين أس واحد اثنين في واحد اثنين اثنين زائد اثنين في اثنين أربعة في واحد أربعة. راح تكون أربعة. أربعة زائد اثنين ستة، زائد واحد سبعة. سبعة. أيضا راح أعتمد بالحال هم من الأعلى إلى الأسفل، راح يكون الناتج عندي هو سبعة اثنين، 72 هذا الرقم حولته من الثنائي إلى الثمانية. من الأسفل إلى الأعلى، من الأعلى إلى الأسفل. إيه من الأسفل إلى الأعلى، بس أنا عدي أشر بس بالسهم من الأسفل إلى الأعلى. عادي عادي. أوكي. هسا نريد نحول هذا العدد من النظام الثنائي إلى النظام الثماني. هذا العدد راح يحتوي على جزء كسري وجزء صحيح. قلنا بطريقة التحويل من الجزء الصحيح والكسري أشنو هي؟ هاي دائما سووا هذا الرسم يعني حتى يوضح لكم. هنا عندي هاي الدوت اللي هي تمثل لي الفاصلة بين الجزء الصحيح والكسري. الجزء الصحيح راح نبدأ بينه العمل من اليمين إلى اليسار، والجزء الكسري من اليسار إلى اليمين، يعني نقصد بالترميز. راح أخذ ثلاث مراتب وأقسمها، وأيضا هاي ثلاث مراتب. هنا بما أنه عندي رقم راح يبقى بس واحد، راح أضيف له صفر صفر بهذا الجزء. هذه الإضافة ما راح تأثر على الرقم، بس مجرد حتى أعرف شلون أحوله. هنا أحد عنده سؤال؟ هنا أنا عندي أرقام، عندي كم مرتبة؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، سبع مراتب، وأنا قلت كل ثلاث أرقام أخذها أمثلها مرتبة واحدة. تتساوي المراتب؟ تتساوي المراتب، أنا راح أضيف هنا صفر صفر. شوف ناسي. هنا صفر صفر بعد الجزء هذا، استحنا عن نحكي بالجزء الصحيح. تمام. أوكي، أجي هذا الجزء الصحيح أجي أكتبه اللي هو 2 على جزء 2 أس 0 بعدين 2 أس 1 بعدين 2 أس 2، هذا أول جزء أول رقم. بعدين عندنا هاي الثلاث أصفارة هم أساويها بما يعادلها 2 أس 0 2 أس 1 2 أس 2. بعدين الجزء الأخير اللي هو الواحد، وسويت المراتب اللي هو وضفت صفرين 2 أس 0 2 أس 1 2 أس 2. راح أجي هم أضرب هم 2 أس 0 هي 1 في 1 راح ينزل لي هنا 1، 2 أس 1 هي 2 بس مضروبة في 0 راح تكون قيمتها 0، وهي أيضا 2 أس 2 راح تكون تنضرب في 0 راح تساوي 0، راح يبقى لي من هذا الرقم بس الواحد. 2 أس 0 1 مضروب في 0 0، 2 أس 1 2 مضروبة في 0 0، 2 أس 2 4 مضروبة في 0 0، إذا هذا الجزء بقالي منه 0. 2 أس 0 1 في 0 أيضا 0، 2 أس 1 2 في 0 أيضا 0، 2 أس 2 هي 4 في 1 4، بقالي الرقم هنا 4. أنا خلصت هذا الجزء الصحيح. أجي أكتب يعني أحل الجزء الكسري أشون هم قلنا راح نتبع نفس الطريقة، ولكن راح نبدأ بالترميز من اليسار إلى اليمين. أوكي، هذا الرقم اللي هو واحد 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 صفر راح أجي أكتبه وأعادله بالترميز، 2 أس 0 2 أس 1 2 أس 2. أوكي، وهذا الرقم اللي هو 0 1 اللي بقالي هم عندي نقص بالمراتب راح أضيف هنا 0. نعم ست. جبت هنا الرقم 0 1 وضفت هذا الصفر حتى أعادل الرقم.
أيضا راح أبدأ بالترميز، هم 2 أس 0، 2 أس 1، 2 أس 2، 2 أس 0 راح يكون 0، 1 ومضروب في 0 راح يكون الرقم هنا 0، 2 أس 1 2 في 1 2، 2 أس 2 4 في 0 راح يكون الناتج 0 هنا، الناتج 2. راح أجي أكتب المراتب أيضا، هم قلنا من الأسفل إلى الأعلى اللي هي 4 هنا راح تنكتب، والصفر راح أجيبه هنا، والواحد هذا هنا الجزء الصحيح، الجزء الكسري 3 راح تكون هنا، والاثنين راح تكون هنا. حولنا هذا الرقم من الثنائي إلى الثماني بهذه الطريقة. ست ممكن سؤال؟ هذا عنده مشكلة؟ نعم. ست ايش قد ظل لنا؟ لأن الكهرب راح يطفى، ما ظلوا دقيقتين ثلاثة. للأربعة والله نص ساعة. ست يعني ناخذ نفس الموضوع، إذا نفس الموضوع حتى أروح على غير مكان وأكلمك. نفس الموضوع بس مرة التحويل من النظام الثنائي إلى السادس عشر. الحضور بس نزل الحضور على مود يسجل حضور، اخاف تطفى وفد شيء. قلت لكم انتم من تفوتون، انا كنت سويت برنامج تطبيق انه من تفوتون تطلعون راسا يسجل يم الحضور. ست ممكن سؤال؟ نعم. ست الملزم اللي عندي ما بيها كسر، يعني ما بالسؤال ماكو كسر. مبلا اكو سؤال، واحد من الاسئلة، واحد من الاسئلة اكو قلب الاسئلة مع اكثر من سؤال. نعم ست. هسه اريد احول من النظام الثماني الى النظام الثنائي، تمام يا شباب؟ يراد انتو هسه كل هاي عمليات التحويل اللي تعلمناها بالمحاضرة السابقة وهاي المحاضرة تكتبوها بإيدكم وتحلون سؤال سؤال بإيدكم، وإلا راح تتراكم عليكم المادة وما راح تعرفون إيش عايصير، تمام؟ إيه والله ست. الأسبوع الجاي من راح أجي أداوم إن شاء الله يوم الأربعاء، هذا الأربعاء باكر ما راح أطلب منكم هومورك. الأسبوع الجاي كل واحد بيكم راح يكتب لي من البداية أول شيء إيش أخذنا، أخذنا الأساس الأعداد، على كل عدد يكتب لي مثال يعني رقم كل عدد، طريقة التحويل ماله من العشري إلى يعني عملية التحويل من العشري إلى كل نظام، ومن الثنائي إلى كل نظام، ومن الثماني إلى كل نظام. ست مثال واحد؟ إيه تمام؟ تمام. بحيث يكون المثال مثال جزء صحيح وجزء كسري. تمام ست. أوكي. ست كل الأنظمة؟ يعني بهاي كل الأنظمة تريدون نقسمها نسويها وموركين؟ إيه ست أحسن والله. أول شيء أوكي ناخذ الأسبوع الجاي نسوي الهومورك الأول، راح يكون طريقة التحويل من النظام الثنائي إلى بقية الأنظمة، أوكي اللي هو مال المحاضرة السابقة، تمام ست؟ ما تريد تداومين ولا أسئلة؟ شلون؟ تريد تداومين ولا أسئلة؟ إن شاء الله دام أسعدنا عملي. ايه شنو هو راح ناخذه يعني غدا ان شاء الله بلا سلف نفس هذا الموضوع؟ غدا ان شاء الله نحكي لي. يعني ما مادة عندنا هي الحضرة؟ لا لا ما انتم تحضرون. هس شكرا. ست يعني ما ندرس شيء؟ لا 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 تدرسون شيء، بس ادرسوا هاي المحاضرة، اهم شيء هاي المحاضرة النظرية ادرسوها. ماشي تمام. ست مو كافي اليوم؟ ست ايه سجلتي من البداية ما موجود. الشباب تعبوا. هي والله ست تدمرنا. ست انا كنت اخفي والله. والله كمان نص محاضراتي لها الساعة. اي والله ست والله لا ماكين لا نايمين والله متنا. شوفوا بعد ايش وراكم. ست والله غدوي ما تغدينا مثل غدوي. اي والله ست. ليش وين انت؟ وين انت؟
كلها محاضرات. ليش المحاضرات تعطينا مجال ناكل؟ آسف، كملي كملي ست. أوكي نأخذ هذا آخر تحويل. تمام ست. نأخذ هذا التحويل. ما عاد مشكلة. أوكي. عادي عادي. وبعدين يبقى لكم تحويل نظام الثنائي الثالث عشر. راح نحول السطرات التحويل من النظام الثماني إلى النظام الثنائي. انتبهوا هنا التحويل ما عشر نظام، راح يتحول من الثماني إلى الثنائي. في حالة التحويل من النظام الثماني إلى النظام الثنائي راح نأخذ كل رقم على حدة ونحلله. كنطاني بالسؤال يقول حول العدد الكسري اللي هو 32.37 بالثماني إلى ما يناظره بالنظام الثنائي. أيضا راح أحول أخذ الجزء الصحيح أقسمه على 2، لأن إحنا قلنا نحول إلى ما يناظره من النظام ونقسم على أساس ذلك النظام. أنا عم بحول من النظام الثماني إلى النظام الثنائي، إذن راح أخذ هذه 42، بس راح أخذ أشنو؟ كل رقم على حدة. إيش مكتوب ملاحظات؟ كل رقم على حدة. راح أخذ 4 أقسمها لوحدها وجد الناتج القسمة، والاثنين أقسمها لوحدها، والثلاثة الجزء الكسري هم أقسمه لوحده، والسبعة أيضا لوحدها. ستعني تختلف عن النظام العشري. إيه تختلف. ليش قلت لكم انتبهوا على التحويل وياهو من الثماني إلى الثنائي؟ بس يا ما أخذ معيدي انقطعت مني تيم. أوكي. أنا أريد أحول من النظام الثماني إلى النظام الثنائي. حتى أحول من النظام الثماني إلى النظام الثنائي راح أحتاج إنه أقسم كل رقم على حدة. عندي رقم 42.37 حولوه من النظام الثماني إلى النظام الثنائي. كيف راح تتم عملية التحويل؟ راح أخذ هذه 4 لوحدها أقسمها على 2، والاثنين أقسمها على الأساس العدد اللي هو 2، والسبعة وثلاثين أيضا الثلاثة أقسمها على 2، والسبعة أقسمها على 2. كل رقم راح أقسمه لوحده على أساس العدد. 4 على 2 هي 2 والباقي 0. شكرا. 2 على 2 1 والباقي 0. 1 على 2 0 والباقي 1. هم أيضا أخذ من الأسفل إلى الأعلى الرقم، راح أكتبه 001. أجي أخذ 2 على 2 بها 1 والباقي 0. 1 على 2 بها 0 والباقي 1. راح أخذ الرقم ترميز من الأسفل إلى الأعلى 01. 3 على 2 بها 1 والباقي 1. 1 على 2 بها 0 والباقي 1. وهنا أكو 0 أخليه، قلنا هنا نضيف يعني لمساواة المراتب هيك إضافة، نضيف الرقم بهذا الطرف ما راح يأثر على حالة الرقم. راح أكتب أيضا العدد من الأسفل إلى الأعلى 011. هذا جزء 3 يمثل لي. 7 أقسمها على 2 بها 3 والباقي 1. 3 على 2 بها 1 والباقي 1. 1 على 2 بها 0 والباقي 1. إذا راح أخذ من الأسفل إلى الأعلى راح أكتب الرقم 111. راح أجي أكتب الأرقام، هاي أول 3 أرقام من مراتب، هاي 3 هنا 11، بعدين 011 يعني عندي فارزة لا أنساها، هيا جبتها نزلتها، عندي هذا الرقم راح أجيبه هنا أكتبه، وعندي هذا الرقم الآخر 3 أرقام جبتها من هنا. أكو مشكلة بالتحويل؟ لا ست. لا ست قبلي. أوكي.
يقول أكو طريقة ثانية لعملية التحويل، يمكن التحويل من النظام الثنائي إلى النظام الثماني، وبالعكس من الثماني إلى الثنائي باستخدام جدول التحويلات. هذا الجدول اللي سألتوني عنه قبل شوية نحفظه أو لا. يقول كل رقم في النظام الثماني يقابله رقم يتكون من ثلاث رموز من النظام الثنائي، يعني هذا النظام الثماني وهذا النظام الثنائي. كل رقم بالثماني راح يقابله ثلاث رموز بالنظام الثنائي، وذلك لأن العدد ثمانية هو من مضاعفات العدد اثنين الذي أساس له اثنين أس ثلاثة. فليش قلنا ثلاث رموز؟ يعتمد على هذا الأساس، الأس، العفو، الأساس يكون اثنين والأس له ثلاثة. فلهذا أنه أنا راح أعتمد كل رقم بالثماني راح أحوله إلى ثلاث أرقام بالثنائي. نلاحظ أنه العدد سبعة راح يقابله العدد واحد 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 في نظام الثنائي، وهو كما هو مبين بالجدول التالي. الواحد راح يقابله ثلاث مراتب بالثنائي اللي هو واحد صفر صفر، الاثنين وهكذا. يقول حول هذا النظام من النظام الثنائي إلى النظام الثماني، ثنتاني هو بالاثنين. راح أجي أقسم كل ثلاث أرقام أحولها الرقم. واحد صفر صفر إيش راح تمثل لي؟ واحد. واحد صفر واحد راح تمثل لي رقم خمسة. واحد صفر واحد أيضا راح تمثل لي خمسة. إذا الرقم بالثمانية يجد هو 551. أوكي. إيش حاجة؟ يعني في اختياري لو طريقة اختيارية. بكيفكم؟ هاي طريقة اختيارية. هو يقول إحنا عندنا طريقتين للتحويل. بس نختار واحدة من الطرق أفضل. هي واحدة منهم. بس هذيك أفضل لأن توضح لكم عملية القسمة. توهم. توهم الواحد هاي الطريقة. ايه. توهم. أنت لا، أنت خطوة خطوة أنت عتحل على أساس إنه تقسم العدد وما يناظره. نعم ست. تعتمد الأساس والواقي. نعم. إيه ست، إذا جمعنا ثلاثة ثلاثة وبقى رقم وبحده، من لما نخلي الصفر من اليمين لو اليسار؟ شلون؟ عندك ثلاثة أرقام وبقى. إيه وبقى رقم وحده، هم نخلي له صفرين؟ هنا رقم، بقى هنا رقم مثلاً ما؟ هنا أكو واحد مثلاً، الواحد أو صفر، إيه راح أجيب هنا صفر أخلي له صفر الداخلي، إحنا عندنا ثلاث مراتب. يعني من هذا الرقم راح إيه على من هذه الجهة أضيف له من جهة اليسار، لأن إحنا أصلا بالرياضيات الرقم الصفر بجهة اليسار للجزء الصحيح ما يأثر لي صح؟ أنا أكتب عشرة، عشرة هذا الجزء العشري خلي هنا يمها صفر، هاي يأثر شيء؟ لا ست ما يأثر، فمجرد بس تكملة للترميز. أو خمسين حتى تصير أوضح، هاي الخمسين وهنا صفر أثر شيء على الخمسين؟ لا ما أثر، فأضيف له بالجزء اليسار. أما إذا خلي هنا الصفر راح يأثر لي الرقم صار خمسمية، وين خمسمية وين خمسين؟ نعم ست. نعم ست. أوكي هذا وخلصنا ست بالقرآن تعبنا بعد ما جاء استوعب. نظام السادس عشر أوكي راح نخليه على الأسبوع الجاي. شكرا ست. شكرا ست. شكرا ست. أوكي تدللون. أستاذ هو يعني نغادر؟ إيه قادرون المحاضرة. يعني نكتب تعليق بال. تعليق له. ست الحضور عيني قلت لكم اني الحضور مالكم مسجل يمي، هسه انتم من فت وطلعت، حتى اللي طلعوا وقت كل واحد فات وطلع مسجل يمي، لا تشيلون هم الحضور كلكم مسجلين. ماشي بس انزل المحاضره، انزل المحاضره يعني هاي كلاسهم. هسه راح انزل لكم الفيديو مال المحاضره والمحاضره.
ونفس ما اتفقنا أسبوع الجاي الكل يحضر لي الهومورك، ماكو أحد يجي يقول لي ست الهومورك نسيته، ست ما كنت أعرف. تمام ست. تمام أوكي. حد من بلطيك حضر ها راح أشوفكم الحضور، شوفوا هنا كل الحضور مالكم مسجل يمي واحد واحد. تمام تشوفوا؟ نعم ست. أي بين لكم؟ ست شفنا ست. أوكي. مكتوب ست. إيه فلا تشيلون هم الحضور. ست. سألتوني على الهومورك، الهومورك الناشم راح يكون محاضرة السابقة، المحاضرة السابقة كل شيء أخذناه بالمحاضرة السابقة أريد ينكتب لي على ورقة طريقة التحويل من النظام الثنائي إلى بقية الأنظمة. إن شاء الله ست. إن شاء الله. كل واحد يكتب ورقة كل طريقة تحويل لها مثال بالجزء الصحيح والجزء الكسري. مثال يعني كل طريقة بها مثالين. ست يصير أصور ديزيسيال لأن أنا مو جامعة جامعية يعني. وما راح تحضر أنت؟ ما عندك محاضرات مختبرات؟ إيه استضافة جامعة. من وين أنت يا جامعة؟ جامعة ديقة. تمام أوكي. بس عمار اللي هو راح يسوي يعني يسوي لي سكرين ويدز لي اياه. ونفس ما قلت لكم اريد تسووا لي جروب على الماسنجر. اوكي اوكي ست. احنا عندنا جروب على الماسنجر عندنا خاص بالماده. ايه خاص بالماده ان شاء الله ست. تمام ست. سمعت على الفيس يم غازي ده يم الممثل عشان اسمك على الفيس يم الممثل حتى اذا نضيفك على الجروب لو عشان ايه اسد ازيكم يا منو الممثل معكم